هي جينا من تطواني ان شاء الله باش نشجعوا المغرب التطواني ديالنا، وجينا فرحانين وان شاء الله غادي يقبحوا ويرجعوا فرحانين، ونتمنوا لهم التوفيق وان شاء الله 3-0 ان شاء الله يا ربي ان شاء الله دي الكاس العرش. وجينا من برشلونه البارح وصلنا بخير على خير، وماشي مشي كل اجواء قادر الله عمر سلعات استقبلونا مزيانين الحمد لله، الجو بخير ان شاء الله. وبيبا تطوان وبيبا تطوان، تحيه الجمهور تطوان كاملين وبيبا تطوان، وان شاء الله نرجعوا فحالنا ويمشيو يمشيو الجمهور بسلام ولا سلام ان شاء الله، وما يوقع حتى شي حاجه وان شاء الله امور ان شاء الله امور مزيانه وبخير، وحنا نرجعوا فحالنا ان شاء الله من برشلونه بخير وعلى خير. وتحيه للصحافه ديالنا اي موطن ان شاء الله كيمشيو معنا ويجيو معنا. وبيبا تطوان تحيه تطوان. كنقول كاز سليم للجمهور تطوان كامل مزيان في هذه الساعه الحمد لله، كنتمنوا الفوز للمغرب التطواني نتيجه جوج صيون ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم، اسمي محمد، جينا من تطوان بس نتفرجوا المغرب التطواني وان شاء الله نربحوا، وكنهنئوهم على وصولهم من نهائي كاس العرش وندوزوا معاهم حلوه مره. وبيبا تطوان ديالنا حنا ما جينا باش نربحوا، هادشي اللي كاين ما جينا ان شاء الله باش نربحوا. الربح الاول هو تطوان، رجعت القسم الاولي المكانه ديال اللي خصها تكون فيها، ندوزوا ان شاء الله هذا الكاس غنلعبوا، الا لعبنا مزيان ان شاء الله غيكون اللقب ديالنا، ما لعبناش مزيان غيكون ذا الرباط، وان شاء الله الكاس التطواني جوج لواحد غيلعبوا مزيان صافي هادشي اللي كاين. حنا جينا سياحه، جينا 4 ايام وحنا هنايا، واخا شويه الغلاف الاوتيل ولكن سارينا سركنا الله يكبر بك، حنا 4 ايام وحنا هنايا تسركلنا اكتشفنا اكادير، دابا غنكتشفوا واحد المتعقره جديده هي الكره، غنكتشفوا الساحره المستديره والحريه والحريه الجماهير العسكريه. الجماهير كنرحب اكادير رحبت بينا بجمهور تطوان، وديما تطوان الحمامه البيضاء ان شاء الله، وديما تطوان. توقعات المقابله الدراري فرحانين و اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.